ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس اللجنة الوزارية للخدمات بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتناول الاجتماع متابعة توفير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية من توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار وتوفير الخدمات الصحية لهم، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين. وللمزيد حول اجتماع الحكومة اليوم تنضم إلينا الآن عبر الهاتف السيدة هند مختار الصحفية المتخصصة بشؤون مجلس الوزراء باليوم السابع. أهلا بك أستاذة هند. أهلا وسهلا فندم. مبدئيا ما أهم ما دار في اجتماع اليوم، وأيضا كما فهمنا أنه تم نفي مجموعة من الشائعات والأخبار المغلوطة اللي صدرت في الفترة الأخيرة؟ هو فيما يتعلق باجتماع اليوم للجنة الوزارية الخدمية، رئيس الوزراء تناول خلالها عدد من الموضوعات التي تهم المواطن، وكان في مقدمتها توفير السلع وضبط الأسعار، ووجه أيضا وزير التموين بضرورة ضخ كميات إضافية من الدواجن والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبأسعار مناسبة. الاجتماع أيضا تطرق لملف الصحة ومتابعة تطوير المستشفيات على مستوى المحافظات، بجانب متابعة المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي ووحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم إنشائها في عدد من المحافظات. تطرق أيضا الاجتماع لقانون التأمينات والمعاشات، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017. أما فيما يتعلق بالشائعات التي تم نفيها اليوم، فهي تمت من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء الذي يصدر بين الحين والآخر مجموعة من التقارير التي تنفي عدد من الشائعات انتشرت مؤخرا، حيث نفى المركز التابع لمجلس الوزراء أن يكون هناك نية لتأجيل الدراسة، وأكد أن موعدها أنها ستكون في موعدها يوم 11 فبراير. نفى أيضا المركز ما تردد وما انتشر مؤخرا سواء على مواقع السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام وجود أي عينات ملوثة للدم بمعهد ناصر، وأكد أن هذا الأمر لا أساس له ولا صحة له. ونفى أيضا المركز ما تردد عن بيع محمية نطق بشرم الشيخ، وأكد أن أراضي المحميات هي أراضي ملكية عامة للدولة ويحميها الدستور والقانون. وأيضا كما فهمنا أنه تم نفي ارتفاع أسعار الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي. بالفعل هو القرار دوت أو النفي دي ليست هو المرة الأولى له، ولكن تم نفيه مسبقا يوم اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وأكد مجلس الوزراء عقد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي بأنه لن يكون هناك أي ارتفاع في وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن الدولة هي التي ستتحمل فرق الأسعار في مواد المتعلقة بالبناء نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه. أستاذة هند، يعني في النهاية أيضا ورد أخبار منذ قليل يفيد بإنشاء ما يسمى بلجان فض الاشتباكات المالية في المحافظات، أيضا هل لديك معلومات بشأن هذا الموضوع؟ هو كان اجتماع اليوم اللي عقده رئيس الوزراء، وهو لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، بيحضرها عدد من الوزراء. بالفعل اللجنة تطرقت لمتابعة ومراجعة المديونات القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، واللي فيها رئيس الوزراء وجه أيضا بأنه هيتم خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بلجنة فض التشابكات المالية مراجعة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديوناتها من التأمينات الاجتماعية، وده هيتم بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة هند مختار مسؤول أيضا ملف مجلس الوزراء باليوم السابع، شكرا جزيلا على وجودك معنا.